زميل عمار غسان. عمار مرحبا بك، ما هي القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم؟ تفضل لك الكريم. نعم قصي، استأنف مجلس النواب جلسته في العام الجديد بعد عطلة تشريعية دامت لشهر وبضعة أيام. درجت بعض المواضيع في جدول الأعمال، لكن حقيقة لم يتم إدراج بعض المواضيع التي تمس المواطن مثل ارتفاع سعر صرف الدولار والموازنة. أما المواضيع المدرجة هي تأدية اليمين الدستورية لبعض السادة النواب والتصويت عليهم أيضا، النواب الذين حلوا محل من النواب السابقين الذين تسنموا حاليا مناصب في الدولة، وأيضا قراءة أولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي قصي للقطاعين الخاص والمختلط. وأيضا في جدول الأعمال تقرير لجنة الصحة والبيئة المشتركة في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيير المناخي. تقريبا يعني هذه ستة من الأعمال التي درجت، وأيضا في الفقرة السابعة نقاشات عامة. هذا ما طرح إلى الآن، لم يتم عقد الجلسة وتم تأجيلها نصف ساعة من موعدها الأصلي الساعة 11، لكن حتى اللحظة لم يتم عقد الجلسة، عدد النواب الآن لم يكتمل، ربما في الدقائق القادمة سيتم يعني عقد الجلسة. هناك حديث عن موضوع الموازنة، لماذا لم تدرج في جدول الأعمال؟ حتى اللحظة لم تصل الموازنة من قبل الحكومة ولم ترسل إلى البرلمان. تفاجأ بعض النواب بأنها لم تدرج لكون الحكومة تأخرت جدا، كان من المؤمل أن تذهب إلى البيت التشريعي في هذه الفترة، فترة العطلة التشريعية، لكنها لم تصل حتى اللحظة. هناك نقاشات وهناك تفاهمات بين الكتل السياسية على مشروع قانون الموازنة وأيضا ارتفاع سعر صرف الدولار، ربما سيتم نقاشه اليوم وسندخل في التفاصيل مع سيادة النائب عامر عبد الجبار للحديث عنه. السلام عليكم سيادة النائب، ضيفا عزيزنا على نشرة الظهيرة. يعني جدول الأعمال اليوم ما رأيكم به؟ هناك مواضيع تمس المواطن مباشرة، لماذا لم تدرج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة احنا خلال العطلة التشريعية اتفقنا عدد من النواب، قطعنا العطلة التشريعية وحضرنا إلى مجلس النواب وجمعنا تواقيع، و82 نائب قطع العطلة التشريعية وحضرنا ووقعنا على مناقشة موضوع انخفاض سعر الدينار العراقي أمام الدولار بأن يناقش في أول جلسة بعد العطلة التشريعية. ولكن اليوم احنا تفاجئنا بالجدول غير موجود هذه الفقرة، ولذلك عقدنا مؤتمر صحفي وإعلامي وطالبنا أنه اليوم إضافة هذه الفقرة، وراح من تبدي الجلسة الآن بعد قليل راح نقدم طلب جديد ونقدم الطلب القديم اللي ب 82 توقيع، نطالب بإضافتها خلال هذا الاجتماع، لأنه موضوع انخفاض سعر الدينار العراقي أمام الدولار أثر على المواطن بشكل كبير، وارتفعت الأسعار والمواطن ما يتحمل سياسات وتخبطات الحكومة، يجب أن يكون معالجات جذرية. صحيح إحنا نأيد كجهة رقابية معالجة غسيل الأموال والفاسدين، لكن أن لا يكون على حساب المواطن. فلذلك إحنا نأمل أنه تطرح موضوع صرف الدينار العراقي أمام الدولار سبب انخفاضه في هذه الجلسة. الدولار وصل إلى أكثر من 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، يعني حديث بعض المحللين أن البرلمان غير قادر على تغيير المعادلة وقلب المعادلة وخفض الدولار، البنك المركزي هو المسؤول عن الموضوع والحكومة، ما ردكم على هذا الموضوع؟ أو ما هو يعني بصورة مختصرة دور المجلس في موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار؟ بالحقيقة هو مسؤولية البنك المركزي بشكل مباشر والحكومة أيضا، وكذلك بالنسبة لمجلس النواب هو الدور الرقابي. الدور الرقابي إحنا راح نستضيف محافظ البنك المركزي ويطلب نستضيف رئيس الوزراء لمناقش هذا الموضوع. إذا الحكومة ما تضع حلول جذرية، هذا يعني أنه إحنا مستعدين أن نذهب إلى استجواب، لأن ما مستعدين كجهة برلمانية رقابية أن المواطن يدفع ثمن تخبط حكومة مثل ما قاعد يحصل الآن في الموازنة، وعجز الحكومة عن تقديم الموازنة لحد هاي اللحظة، والموازنة خمنت بسعر نفط مبالغ فيه جدا، وهذا الحقيقة السعر اللي خمنت الحكومة 70 دولار
وعدها نية تقللها إلى 65 بعد ما قدمنا مقترحنا أنه السعر المخمن يجب أن يكون من 55 إلى 60 دولار. لكن أنا أقولها بصراحة وعبر قناتكم أن وزارة النفط العراقية لا تمتلك معادلة وطنية لاحتساب سعر البرميل المخمن في الموازنات، بل تنظر إلى سعر المخمن في المملكة العربية السعودية. تصوتون عليها؟ نعم. تصوتون عليها لما صارت 70 أو 65؟ لا أكيد ما راح نوافق عليه، إحنا كمعارضة بناء في البرلمان ما راح نصوت ولا راح نوافق على اعتماد سعر 70 دولار أو 65 دولار، لأن هذا السعر مبالغ فيه، راح يولد عجز مفاجئ للحكومة فيما بعد. لأن الحكومة حقيقة ما عندها معادلة وطنية لاحتساب سعر بيع النفط، يعتمدون على برنت ماينس 7، برنت ماينس 6، أو الثقيل ماينس 12. هاي مو معادلة وطنية خالصة، المفروض إحنا يكون عندنا معادلة وطنية خالصة لاحتساب سعر البيع ولاحتساب السعر التخميني. زين، سياسة الحكومة اللي استخدمتها خلال الثلاث أشهر الماضية، أولا فتح باب التعيينات بدون تفعيل الإيرادات غير النفطية. زين، فتح باب التعيينات كان سعر النفط 90 اول ما سلمت الحكومه 95، فعينت هذا الكم. زين، الان بدا ينزل، الان سعر النفط 70، النفط العراقي. زين، اذا سعره 70، اذا نزل سعر البرميل ناقص اقل من ال 55، يعني الحكومه راح تعجز عن تسديد الرواتب، وراح تطلع اضطرابات شعبيه، وخلال شهرين نتوقع اكون هنالك مظاهرات واحتجاجات شعبيه كبيره. ما هي الحلول سياده النائب؟ الحلول، اولا سعر البرميل يجب ان يخمن بحدود 55، اعلى شيء 60، بين 55 و 60. ثانيا يجب ان تفعل ايرادات غير نفطيه، ايضا قرار مبيعات الموبايل، ضريبه مبيعات الموبايل، قرار خاطئ غير مدروس من قبل وزيره الاتصالات، لانه اتخذت قرار والله اني افرح المواطن، اي مواطن اللي فرح؟ الفقير كثير منهم ما عندهم موبايل، واللي عنده موبايل ما استفاد 1000 دينار بالشهر من هذا التخفيض، استفادوا الاغنياء ورجال الاعمال والشركات. بينما ال 560 مليار اللي فقدتها الحكومه من ضريبه المبيعات سنويا، كان بامكانهم ان يعينون مئات الالاف من عشرات الالاف من الاجور اليوميه، او مثلا تشغيل دعم قروض للعقود المتناهيه الصغر، المشاريع متناهيه الصغر، او توفر ال 560 مليار توفر 311,000 فرصه راتب رعايه اجتماعيه. فالحكومه لو كانت تريد تفيد الفقراء كانت اتخذت هذا القرار لخدمة الفقراء حصرا، مقبول، أما هي خدمة الطبقة الغنية والميسورة على حساب بعدين يصير عندها عجز بالرواتب، هذا حقيقة تخبط راح يسبب إلى ردود أفعال شعبية، وأنا أتوقع خلال الشهرين القادمين أن يكون احتجاجات شعبية على الحكومة. عبد الجبار، شكرا جزيلا لنظامك الينا ضيفا عزيزا. اذا قصي، يعني تحدث سياده النائب عن موضوع سعر صرف الدولار، ان هناك يعني احاديث عن نوايا لبرلمانيه ل يعني حد هذا الموضوع ولاستضافه محافظ البنك المركزي والحديث عنه، رغم الحديث الحكومه عن ان هناك نوايا لايقاف تهريب العمله ولحلول تمنع الفساد، خطوات جيده لكن يجب ان لا تؤثر على المواطن. والموازنه ايضا قصي بصوره مختصره، الموازنه الى الان لم ترسل الى البرلمان، تفاجأ بعض النواب من عدم ارسالها من قبل الحكومه، هناك كما تحدثت مسبقا اتفاقات وتفاهمات سياسيه، وايضا عفوا يعني التعيينات الجدد تضاف الى الموازنه ومن بعد ذلك يتم ارسالها الى هنا، ربما ستاخذ موضوع اكثر من شهر ونصف الى شهرين حتى يتم اقرارها، كون هناك يعني بعض الخلافات ما بين بعض النواب المعارضين وتوجه الحكومه. عما من الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، زميل عمار غسان مراسل الرشيد من هناك، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.